وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة بيروت السيد بسام طليس، رئيس اتحاد ونقابات النقل البري في لبنان. سيد بسام، أهلا وسهلا بك في جولة الظهيرة. دعيتم الأربعاء المقبل إلى إضراب عام لقطاع النقل البري، كيف نفهم أسباب هذه الدعوة وما الأهداف التي تريدون تحقيقها؟ يعطيك العافية، يسعد مساك لك ولكل المشاهدين. طبعا الأسباب نحن أعلنا عنها بالمؤتمر الصحفي بالأمس امبارح، وسببها هو ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار قطع الغيار وبدل الصيانة للسيارات. أيضا كمان سبب آخر له علاقة بالتعديات على القطاع من مركبات مزورة أو مكرر لوحاتها أو العاملين بالنقل بالعنوان الخصوصي، يعني اللوحات الخصوصية، وهيدي مخالفة للقانون. طيب هنا سيد بسام، هيدا موضوع تفضل أكمل. يعني وصلوا لوقت العاملين بقطاع النقل البري العمومي بلبنان ما عادوا قادرين يتحملوا، لا في يعني السلطات عم تحمي مهنتهم بكل الجوانب المطلوب انه تحميها وفقا للقانون. اضيف لها موضوع الغلاءات اللي عم نحكي عنها، وما عندهم قدره انه يكملوا على ما هم عليه. لسبب نحن دعونا لاجتماعات متتاليه بعيدا عن الاعلام، وصلنا لنتيجة بأنه لابد من الذهاب للإضراب والتحرك والاعتصامات والتجمعات والمظاهرات. طيب، وحددنا يوم الأربعاء القادم ب7 نيسان حتى نسمع صوتنا. طيب سيد بسام، رفعتم التعرفة منذ مدة، ولكن المواطن هو من يتحمل هذه الكلفة. ألم يكن حريا بكم الطلب من الدولة الدعم بدل رفع التعرفة وبالتالي التأثير على المواطن بشكل سلبي؟ خليني أوضح موضوع رفع التعرفة، لأنه رفع التعرفة جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بما يتعلق بجائحة كورونا، واللي أجازت أو سمحت لقطاع النقل البري أنه فقط أنه يطلع بالسيارة أو بالفان أو بالأوتوبيس 30% من عدد الركاب، وبالتالي التعرفة اللي زادت بنسبة 30% إلى علاقة بفترة لوك داون حصرا وليس بموضوع الغلاء وما نطالب به اليوم واللي من أجله عم نتحرك. في شيء أنا بدي أوضحه للمشاهدين، أنه قطاع النقل البري بلبنان يختلف عن قطاع النقل البري بكل العالم بالدول العربية أو الأوروبية أو حتى ما وراء البحار. عادة قطاع النقل البري هو ينقسم إلى قسمين، قسم مسؤول عنه الدولة بعنوان النقل المشترك و سكك الحديد وما شابه، وقسم اسمه قطاع النقل البري عمومي خاص. بكل العالم 80% من النقل العام البري هو مسؤولية الدولة اللبنانية و20% القطاع الخاص، إلا بلبنان 95% قطاع النقل البري عمومي خاص بلبنان، و5% إذا ما وجد هو للعام وهو مش موجود. وبالتالي مسؤولية الدولة اللبنانية أن تدعم هذا القطاع بكل الجوانب التي يتطلب الدعم. ما هي أشكال الدعم التي ترون أنها مناسبة سيد بسام؟ أولا تطبيق قانون السير، واللي هو حماية قطاع النقل البري والعاملين فيه من كل التعديات التي تحصل، وذكرتها قبل شوي، الخصوصي المكرر، اللوحات المزورة، وغير اللبنانيين الذين يخالفون القانون بعملهم على العمومة. ثانيا أسعار المحروقات ما بيقدر يتحمل السائق العمومي سعر صفيحة البنزين أو المازوت أنه يقدر يعبي ويشتغل على أساسها بنفس التعرفة اللي عم يشتغل فيها. ثالثا قطع غيار السيارات و
أكثر من 98% من قطع غيار السيارات بلبنان هي منتج خارجي أجنبي، وبالتالي أسعارها بالدولار وليس باللبناني. وإذا بده يشتريها السائق العمومي عم تتسعر عليه على أساس السعر اليومي لسعر السوق بالدولار، يعني اللبناني مقابل الدولار، وهيدي كلفة باهظة لا إمكانية للسائق العمومي إنه يتحملها. إضافة لكثير من القضايا اللي إلها علاقة بعمله للسائق العمومي، ناهيك عن رسوم الميكانيك، ناهيك عن رسوم الضمان، ناهيك عن بدل الاستهلاك، ناهيك عن معيشته كمواطن. طيب هل لمستم سيد بسام، هل لمستم أي بوادر للاستجابة الحكومية لهذه الطلبات؟ نحن قدمنا سيدي كتاب وضمننا فيه اقتراحاتنا لدعم هذا القطاع حتى ما نروح لتعرف جديدة وبالتالي يدفع ثمن المواطن، لأنه المواطن بالنسبة للسائق وبالنسبة لنا هو خيه وجاره وزميله. والدولة اللبنانية والحكومات المتعاقبة من سنوات وسنوات لا زادت المخصصات ولا عدلت فيها ولا زادت بدل نقل يومي للعاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص، وبالتالي يكفي العامل بلبنان أنه تآكل مخصصه بنسبة تتجاوز 80%. ما بيجوز أنه بعد نقرب له على 20% المتبقي، لهالسبب عم نقول للدولة بالكتاب اللي رفعناه بدعم المحروقات، بدعم قطع غيار السيارات عم بحكي بما يتعلق بالقطاع، وبدعم أسر السائقين العموميين. ومن هون ما منعود نقرب على التعرفة، لا بالعكس، نحن نطمح إلى تخفيض الدعف التعرفي على المواطن والعامل والطالب. وصلت الفكرة تماما من بيروت. السيد بسام طليس رئيس اتحاد ونقابات النقل البري في لبنان، شكرا جزيلا لك.